أيضا عن الوتر، هل يقضى ضحا وكيف طريقة القضاء؟ نعم يقضى ضحا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فات حزبه من الليل صلاه من الضحى أو بين الفجر والظهر 12 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر فكأنما قرأه من الليل، ويشمل هذا القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة أو ما جعله الإنسان مرتبا من العبادات في الليل بالذكر ونحوه.